نجتمع الآن أمام مختبر التحليلات المركزية بالمحمدية الجناح الخاص بكوفيد 19. المناسبة جينا نورو السكان ديال مدينة المحمدية أو السكان ديال المغرب كاملين بعد المعطيات الخاطئة على هذا المختبر. فكيف ما كتعرفوا المختبر حصل على رخصة أنه يقوم بتحليلات كوفيد 19 مرخص من وزارة الصحة طبعا. فكيف ما كتعرفوا هذا المختبر اللي كيتوفر على آلات حديثة. بالنسبة للمفاهيم اللي بغينا نوضحوها أنه هذا الجناح ديال كوفيد 19 اللي كيقوموا بالتحليلات هنا هو مستقل تماما عن الجناح اللي كيقوموا فيه بالتحليلات العادية. هذا أول شيء. ثاني شيء فهو الفريق الطبي اللي يقوم هنا بالتحليلات هو فريق خاص ومستقل 100% عن الفريق اللي يقوم بالتحليلات العادية. ثالثا هو أنه هذا المختبر اللي مختص فقط بتحليلات ديال كوفيد 19 هو حدا لاكار وامام شارع الحسن الثاني. اما المختبر ديال التحليلات العاديه فهو كيتواجد امام شارع عبد الرحمن السرغيني. فهذه هي المعطيات اللي بغينا نوضحوا لكم مشاهدينا، يعني الناس اللي هنا لا علاقه لهم وغير مختلطين بالناس ديال التحليلات العاديه. هذا اللي كيقوموا فيه بتحليلات ديال كورونا متواجد امام شارع الحسن الثاني، ومعنا احد المواطنين والزميل الصحفي خوي بابا اللي غيشرح لنا العديد من المعطيات. سلام. السلام عليكم. مرحبا شيماء، مرحبا بالاخوه. فعلا نحن كنتوجدوا الان، انا يلا كيف خديت التحاليل ديالي، قمت بتحليله ديال كوفيد، درت تحليله بالامس غير باش ندير واحد التوضيحات للاخوه اللي كيتبعوا معنا هذا اللايف، هذا المباشر ديالكم، انه من بين الشروط الاساسيه اللي وضعت وزاره الصحه في منح هذه الرخصه المختبر المركزي للتحليل الطبيه انه يفتح جناح خاص اللي يكون بعيد من المواطنين العاديين اللي كيجيو يديروا التحاليل الطبيه. هذه من بين الشروط، لان وهي باينه واضحه، الوزاره عندها الهدف ديالها الوحيد وانها اولا تعمم بالنسبه للتحليلات، وهذا شرف ان احنا في محمديه يكون عندنا مختبر مركزي قريب لنا، لان كنا كنفكروا دائما في ذاك العناء ديال انك غتمشي للدار البيضاء. كاينين جوج ديال المراكز تما، كاين المركز الاستشفائي ابن رشد، كاين انستيتي باستور، كاين الشيخ زيد، ولكن راه كاين تما واحد الفيل والانتظار طويل، بينما هنا راه كتشوفوا بانه كاين واحد التنظيم محكم، الناس كاين التباعد، الدكتور الحجازي واقف بنفسه على العمليه، لان الهدف كامل. اولا انا محمديه الحمد لله اليوم كنحسوا انه بالامكان ديال اي مواطن انه يجي وياخذ تحليله. الثمن اللي محدد هو 500 درهم، هذا الثمن اللي محدد من طرف الوزاره، هو الثمن اللي معمول به لا في الشيخ زايد ولا في الانستيتي باستور ولا في كل المختبرات. 8 ديال المختبرات الوطنيه هي اللي تختارت، لان انا عشت هذه المده بحكم انني انتمي الى الجمعيه المركزيه للامراض المزمنه اللي كتراسها الدكتور حجاجي، انا الناطق الرسمي ديالهم والمسؤول الاعلامي، فتبعت مع هذيك المراحل كانت صعبه جدا، وحتى الناس ديال الوزاره باش يمنحوا هذه الرخصه كاينه تدابير وكاينه شروط قاسيه جدا، واللي جميل جدا واللي تبعته وعشته ان حتى كل التجهيزات اللي دار دكتور حجاجي اللي هي بعيده، حنا كتشوفوا بان كنتوجدوا في واحد المكان اللي في شارع حسن الثاني قريب لابيسين، وبينما المختبر الاخر في الجهه الاخرى، راه كل التجهيزات كانت جديده وتوضعت خصيصا لهذه العمليه ديال كوفيد مساهمه. وراكم انتم عقدتي وانتم خديتوا واحد التصريح ديال الدكتور حجاجي في بدايه ديال هذا الوباء، اللي كان قال بانه غادي يوضع الاطر ديالو وغادي يوضع التجهيزات، رحنا اشاره وزاره الصحه باش نساهموا في هذه العمليه ديال الكشف، لان كل الدول الان اللي تغلبات على هذا الكوفيد، هذا المرض الفتاك، انها تغلبات عليه، لان كدير اولا خاصها تكون الوقايه لي ماسك، خاص يكون التباعد الاجتماعي،
خاص يكون الغسل ديال اليدين، خاص الناس يساهموا بعد المواطنين هما الاولين، عاد نشوفوا المجهودات ديال الاخرين، المجهودات ديال الدوله هو هذا الكشف المبكر والكشف السريع. الحمد لله شفنا ان اليوم راه كاين مجموعه كبيره ديال المختبرات، لا ديال الدوله وثمانيه ديال المختبرات خاصه اللي كتكلف بهذه العمليه، والحمد لله كان اللي يبقى لنا هو اننا نطلبوا الله، نهزوا كفوفنا لله ونطلبوا انه يرفع علينا هذا الوباء ويخلصنا منه في اقرب وقت. وشكرا. اذا نطمنوا المواطنين مره اخرى ان المختبر المركزي للتحليلات الطبيه جناح ديال كوفيد 19 هو مستقل، عنده فريق خاص ديالو، فريق اللي مستقل 100% عن التحليلات العاديه، وكيف ما كتشوفوا هذا الجناح هو كيتواجد بشارع الحسن الثاني، اما الجناح ديال التحليلات العاديه فكيتواجد امام شارع عبد الرحمن السرغيني. فاحنا بدورنا كنشكروا السيد الطبيب استاذ الدكتور حجاجي اللي كيحافظ على السلامه ديال المواطنين وكي ياخذ اقصى التدابير ديال الاحتياطات. اذا سي محمد، الاضافه اللي عندك؟ الإضافة هو أن أنا بعدا كابن محمدية والناس راه كيعرفوني أنني ربما من بعد الله راه عندي مدينة المحمدية في القلب ديالي. أنا فخور فرحان أننا يكون عندنا ناس، وأنا عشت مع دكتور حجازي هذه المرحلة بحكم الصداقة اللي كتجمعنا، بحكم واحد العدد ديال الأشياء. كان محروق على هذا الشيء، ونقسم بالله النهار اللي توصلنا، النهار اللي توصلت وجاء سعي خاص بالرساله ديال القبول من وزير الصحه اللي مسيناها اللي ممضي عليها وزير الصحه مباشره، انه الدكتور حجاجي بكى من شافها بديك الفرح، ماشي على مشكل انه غادي يخدم، لان الحمد لله كل شيء كيعرف المختبر ماشي لا يحتاج الى دعايه، ولكن بالنسبه لهذا الكوفيد، بالنسبه لهذا اننا نساهموا بطريقه فعاله، حتى الدور اللي كديروا انتم احنا نساهموا بالوعي التوعيه ديالنا، الناس يساهموا بالتباعد ويساهموا بالماسك، وراه بهذه الطريقه باش غادي يمكن لنا نغلبوا. ما نقولوش بانه هذاك، انا ما كيهمنيش الامر، كلنا كيهمنا الامر، كلنا معنيين باش يمكن لنا نحيدوا علينا هذا المشكل هذا. وشكرا لكم. نذكر المواطنين انه المختبر المركزي للتحليلات الطبيه عنده رخصه انه يستقبل الناس اللي راغبين انه يديروا تحليله من المغرب كامل، ماشي غير من جهه الدار البيضاء، من جميع جهات المغرب ممكن انهم يجيو ويديروا التحليله هنا. غير كاين بعض الاخوان اللي كيتكلموا على الثمن ديال التحليله، الثمن ديال هذه التحليله ديال البي سي ار في اوروبا هي 200 اورو، تقريبا 2000 درهم. بالنسبه لهذا الثمن، هذا ماشي ثمن انه تختار، هذا اولا مختبر خصوصي، مختبر خاص، ومع ذلك فهو دار نفس الاثمنه اللي مطبقها وزاره الصحه، راه ماشي شي حاجه اللي طبقها. الثمن بالنسبه للناس الثمن هو 500 درهم التحليل ديال البي سي ار، دونك ثمن اللي هو اللي معمول به لا في الشيخ زايد لا في الانستيتي باستور لا في كل الامكنه، اي واحد مشى بوحدو باش يدير التحليله، هذا ثمن محدد مقنن من طرف الدوله، ماشي شي حاجه اللي كاينه. وانا غير باش نقول لكم، انا هضرت مع الدكتور حجازي، راه تقريبا هذا غير مساهمه في هذا العمل اللي كاين، اللي يمكن انا نقول اننا نشوفوا اكثر كيفاش تقربت لنا واحد الحاجه اللي كانت في ماشي في المتناول، لان ماشي كل واحد يمكن يمشي للدار البيضاء، خصوصا باش الناس يعرفوا بانه الان بالقانون الاخير اللي خرج راه ممنوع باش نمشيو حنا للدار البيضاء، وممنوع الناس ديال الدار البيضاء يجيو، اذا هذا مغلقه اصلا. حتى الامكانيه باش غادي يمكن لنا نديروا ديك التحليله وان تمشي للدار البيضاء وتمشي ديك الناس اللي كاينين واللي ريسك اللي كاين، لان كاين اخطاء، لان كاين بؤر كثيره، يعني العدد كبير في مدينه الدار البيضاء. شحال من نقصنا علينا في الديبلاسمون باش نمشيو، شحال ما مزيان. ما يشوفوش الاخوان كل شيء ذاك الثمن، الله يكون في العون للجميع، الله يكون في العون للجميع. نتمنوا على الله ان الدوله تخرج واحد القرار ان دير هذا الشيء، ديروا بالمجان، وراه ما كاين حتى شي بلاد الان فيها بالمجان.
كاينه دول اللي كترد الناس، ولكن ما كاينه حتى شي بلاصه اللي دايرين فيها الكوفيد التحليل ديال الكوفيد بالمجان، لان كيتطلب واحد عمل شاق، عمل صعيب جدا. ويشوفوا الناس انه نكونوا فخورين اننا في المحمديه الحمد لله ولا هاد الخدمه، لان اليوم المشكل ديالنا الاساسي هو هذا المشكل ديال كورونا. كنا نشوفوا كيفاش نكافحوا معاه. كاين عندنا مختبر هو قريب لنا، اذا ناخذوا هذه الفرصه هذه ونشوفوا النقاط الاشياء الايجابيه، ما نشوفوش الاشياء السلبيه ديال كل حاجه. شكرا. ده كان معنا الزميل السي محمد خي بابا. فباختصار غنقول لكم انه المختبر المركزي للتحليل الطبيه الجناح ديال كوفيد 19 هو يعني خاص بوحده بكوفيد 19. الفريق الطبي اللي فيه هو مستقل تماما عن الجناح الاخر ديال التحليلات الطبيه. فهذا الجناح كيتواجد امام شارع الحسن الثاني، والجناح الاخر ديال التحليلات العاديه كيتواجد امام شارع عبد الرحمن السرغيني. للتذكير، فالمختبر المركزي للتحليلات الطبيه بالمحمديه عنده ترخيص باش يجيو ليه الراغبين في اجراء هذا الفحص من كامل جهات المملكه، يعني من المغرب كامل، ماشي فقط من المحمديه او من جهه الدار البيضاء. فنتمنوا اننا نكون عطيناكم معلومات وفدناكم. فالى اللقاء في لايف جديد ان شاء الله. كل مره يدير معايا فلاش.